اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية تفعيل كتم لقائمة إجراء السحب على تطبيقك الخاص تليجرام. سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها على تطبيقك الخاص تليجرام. ما عليك أن تقوم بفعله هو أن تأتي إلى الأعلى، تضغط على هذه العلامة هنا في الأعلى، ثم سوف تظهر معك قائمة على هذا الشكل. بعد ذلك مباشرة سوف تضغط هنا على الإعدادات، نأتي إلى نافذة الإعدادات في هذه النافذة الخاصة هنا، ثم سوف نأتي إلى إعدادات المحادثات هنا نضغط عليها، ثم بعدها يأخذنا إلى هذه النافذة الخاصة هنا لإعدادات المحادثات، نقوم بالنزول إلى الأسفل، ثم نأتي إلى إجراءات السحب لقائمة المحادثات، سوف نقوم بالسحب في هذه الخانة، نقوم بالنزول للأسفل، وهنا تم تفعيل كتم لإجراءات السحب لقائمة المحادثات على تطبيقك الخاص تليجرام. وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو. لا تنسوا الاشتراك.